أعظم فرح في الوجود، أكبر فرح في الوجود، الفرح بالله سبحانه وتعالى. يا فرحة كل مسكين بالله، يا فرحة كل يتيم بالله، الفرح إن الجليل ده العظيم ده الكريم ده هو ربي أنا. لما تبص فرحك بالله تقول الحمد لله يا رب إن أنت ربنا. يا أمان الخائفين يا رب، يا جابر كسر المنكسرين يا رب. لما ده يفتخر إن هو ابن الوزير الفلاني، ولما دي تفتخر إن هي مرات الملك الفلاني، أنا أفرح إن ربي كل مريض شوفي هو اللي شفاه، كل مسكين أطعم هو اللي أطعمه، كل غريق نجا هو اللي نجاه، كل ضل هدي هو اللي هداه، كل نقطة مطر نزلت من الخزائن نزلت من خزائنه هو، كل نعمة نزلت من عنده هو. إن أنا أفرح بربي سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة ربنا، إن الله يبسط يده بالليل. يبسط يده يعني إيه الأول؟ هو كل الناس عارفاها، كلنا عارفين يبسط يده بالليل ويتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ويتوب مسيء الليل. انما يعني ايه يبسط يده؟ لما ملك يريد انه يعطي فيقوم باسط ايده، تعالى وانا اديك، تعالى وانا منحك، تعالى وانا احبوك. فلو انت قرات النص الاولاني ان الله يبسط يده ايه؟ بالليل، كنت تتوقع لايه؟ لياتي الصوامون وياتي القوامون ويجي الاطاس سجاجيد الصلاه من عباده، تفاجئ ليتوب مسيء. يعني ربنا بيقول للمسيء انت عاصتني ليه؟ عايز حاجه؟ نفسك في شيء؟ تعالى وانا اديهولك. تعالى تب. ويتوب مسيء ايه بقى؟ النهار. يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. ده كل البشر لو واحد زعله النهارده الصبح شهر عم يقدر يصفى ويسمع ان كل بتاعت النهار شهر. ويبسط يده يعني اللي بالنهار عمل كل المعاصي واطلق بصره واتفرج و ده بالليل يرفع ايده كده، ربنا يسبغ عليك رحماتك. حديث العجيبه ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من سائل. ربنا مين بينادي مين؟ مين بينادي على مين؟ ربنا بينادي على هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. طب يا رب كان ملك من الملائكه اللي ينزل، ربنا اللي يتنزل. الله اكبر. طب يا رب كنت تنادي من فوق عرشك، لا ربنا يتنزل. طب يا رب كنت تنادي مره، لا ينادي طول الثلث الاخير. طب يا رب كنت تنادي ليله في السنه، لا ينادي كل ليله. طب سبحان الله، وينادي يقول ايه؟ هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر، هل من مستشفى فاشفيه، هل من مستدفع للضر فادفع. انا ليه يا رب دخل بغي الجنه عشان ساعه كلب؟ يبقى